أمن أمان بداية التغطية الأمنية لإبراز جهود رجال الدوريات الأمنية للحملات المتواجدة على أرض الميدان بشرق الرياض. ضمن الحملة الأمنية في شرق الرياض ضبط الأسلحة، كذلك مجموعة من ضبط الحشيش المخدر، سلاح أبيض، حشيش مخدر، مادة المسكر، كذلك الحشيش، ورقة الشام. كثير شرحنا عن هذا الورق وتواجده مع بعض المراهقين، رسالة إلى أولياء الأمور أثناء تواجدها مع المراهقين داخل المركبات أو في غرف النوم، يجب إبلاغ الجهات الأمنية أو احتوائهم لإبعادهم عن هذه آفة المخدرات. من ضمن جهود الدوريات الأمنية للحملات التفتيشية القبض على مركبة تم سرقتها اليوم الصباح وهو تشغيل، الآن تم القبض على شخصين حاولوا الهروب وتم إيقافهم بالقوة الجبرية من قبل الدوريات الأمنية. هذا الشخص ترك مركبته على وضع التشغيل وتم سرقتها بشرق الرياض، والأبطال جابوه. من ضمن جهود الدوريات الأمنية القبض على شخص لديه حبوب مخدرة بأنواعها، كذلك مبالغ مالية، والشخص مطلوب لدى الجهات الأمنية.